امبارحة شفنا لقاء كل من بيكي ودايلر من خلال ستوريهات انستغرام، فشارك اليوم دايلر اول فيديو مع بيكي على قناته على يوتيوب. اوكي اليوم هاي شو تعمل هنا؟ اوكي اليوم زين دايلر فاينلي تلاقينا بارشا ناس يبعثولي اما جواني فعم بيصور فيديو كليب اغنيته الجديدة اللي راح تكون مع هلا الرفاعي بعنوان كلهم فيك، فشارك كواليس التصوير على انستغرام. اما ابو الرب فشارك ستوري على انستغرام كشف من خلاله انه تلقى ابلاغ من طرف نورمار على قناته على يوتيوب بسبب الفيديوهات اللي جاب فيها سيرته وسيرة متابعينه، وصرح عن امكانية حذف قناته بسبب هالابلاغ، وتابع قائلا لو تحذف 1000 قناة انا رح اضل اتخوت عليك، جرب وشوف. فشو رأيكم انتو؟ أما رغدة فكشفت أنها عم بتحضر لتغيير كتير كبير، فتوقع بعض من المتابعين أنها راح تنخطب، فعلقت رغدة بي كشفتوني عن قريب وحطت إيموجي الخاتم. بعدها أجابت على تعليق ثاني كتبت فيه متابعة جد بتحكي، فأجابت رغدة بي لا. بعدها كتبت رغدة أصدي بمزح بس جد، وأجابت رغدة على متابعة ثانية وعلقت بي غيث مروان شكله بده يتزوج ليكون أنتي زوجته، وأجابت رغدة بي ليه التقليد، وعملت تاج لغيث. وبعدها نشرت بوست على انستغرام حسمت فيها الموضوع، فكان البوست عبارة عن 3 صور مع قطتها فوكسا وتوستوس، وعلقت بي بحب أحكي لكم أنه أنا بالعافية دايرة بالي على أطفالي، تأني أدير بالي على خطيب، يعني موضوع الخطبة كان خاطئ. وأضافت بي بس هاد لا يعني أنه ما في تغير كبير. أما شيرو فظهر بلوك جديد بالفيديو الأخير من شيرين على يوتيوب، وكان لون شعره أشقر، فشو رأيكم بلوك شيرو الجديد؟ وشفنا اليوم لقاء كل من نور ستارز ونور مار بدبي، وشاركوا هالستوريهات من لقائهم. أوكي سو أنا اسمي نور، أوكي وهذا الإنسان صار اسمي، يعني أنا نور ستار وأنا كمان اسمي نور، خلاص عادي. ليش أنت باخذ اسمي؟ وبعدين ليش نور مار؟ ليش أنا نور ستار؟ ليش أنت نور مار؟ أنا كنيتي ستار. طيب إيه ستار؟ أنا كنيتي مار، ليش أسوي؟ بس شو هو نور ستار؟ يعني على القافية كمان. المهم أهلا وسهلا فيك. كيفك؟ شو أخبارك؟ كيف كل شيء؟ كيف الحياة؟ حلوة؟ والله حياة جميلة. والله أخيراً يعني إنه التقينا. التقينا بعد كل أسراره. الحب الأول. علاقته. جماعة بعد إذا بدكم تعرفوا عنوان شقته بتركيا، سيارته أي موديل، بس ما حدا بيعرف إنه أنا بعرف أنا قلنا انا انتبهت وحكيت معك دي مكالمه، بس هو ما بيعرف على فكره. لا ترى بعرف. لا والله ما بتعرف. حبك الاخير بس مش الاول. انا على الحديث، انا خلص قديم، انا انسان مو قديم، انا قديم بس مش جديد. ما في كيلو؟ لا ما في بتحكي.